اليوم الحادي والأربعون بعد المئة وما زال عداد الضحايا مستمراً في إحصاء الشهداء والمصابين والأمهات الثكالة على مسمع ومرأة من العالم أجمع دون أن يتحرك أحد من الدول الغربية الداعية أو قل المدعية للحرية والإنسانية لوقف آلة القتل الإسرائيلية الوحشية فها هو العدوان الغاشم على غزة يتواصل من قبل قوات الاحتلال بعدما جوعها وحاصرها براً وبحراً وجوا في سلسلة غارات لطائراته استهدفت منازل حي الزيتون حيث ما زالت سيارات الإسعاف تواجه صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء بسبب استمرار القصف الذي لم يسلم منه الأطفال والرضع ولدت أول أسبوع في الحرب وكنت إلي تم سنين أنا بستنى فيه والله طلعت عيني لما زدته والله طلعت عيني لما شفت والله حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم <تصكي> كما تعرضت احياء الصبره وتل الهوى والدرج النصيرات والبريج ودير البلح وسط قطاع غزه الى قصف مدفعي مكثف مخلفا عشرات الاصابات والشهداء احنا بس حرام عليكم طلعوا وقفوا الحرب عنا اطفال ونساء اشلاء مقطعين كل يوم نودع شهداء كل يوم بنودع قريب وكله غريب كلنا يعني معي اللي احنا فيه معي حرام عليكم الجوع والحصار اللي احنا فيه هذا 17 سنه بكفي عالم بكفي حب علينا معي يا ناس والله تحبنا والله تحبنا واستمرارا لانتهاكاتها التي فاقت وعي الانسانيه، تواصل قوات الاحتلال انتشارها في محيط مستشفيات قطاع غزه لكي تمنع الوصول اليها مع استمرار احتجاز الطواقم الطبيه لكي تكتمل الماساه بتفاصيلها من منع لدخول المساعدات الى حصار وتجويع وتشريد واستهداف للاطفال والنساء والمرضى في الشوارع ومحيط المستشفيات ليتابع العالم بما مر العين صور جثامين شهداء لم تعد تستوعبهم ثلاجات المستشفيات فاضطر الاهالي الى وضعهم في الشوارع لحين دفنهم في مشهد دام لم تشهد الانسانيه مثيله من قبل